يأتي الاجتماع 11 للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، يأتي هذا الاجتماع تنفيذا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب رقم 438 والمتعلق باللجنة العربية للإعلام الإلكتروني. نص هذا القرار على اعتماد تقرير وتوصيات ورشة العمل حول الإعلام المعرفي في المواقع الإلكترونية والتي استضافتها وكالة الأنباء القطرية بتاريخ 8/5/2017 وتكليف الأمانة العامة بمتابعتها تنفيذا لتوصياتها. عقد هذا الاجتماع بمشاركة كبيرة جدا من الدول الأعضاء، وأصدر المجتمعون أو اللجنة توصيات أهمها التأكيد مجددا على كافة التوصيات الصادرة عن الاجتماع 10 للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، توجيه الشكر للمملكة العربية السعودية على الجهود المبذولة لتحديث وتطوير عمل موقع اللجنة، والتأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تم تداولها من خبراء الدول الأعضاء خلال الاجتماع 11 للجنة بشأن الموقع الإلكتروني للجنة، وتقديم تقرير نصف سنوي إلى الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب لرفعه إلى المكتب التنفيذي ومجلس وزراء الإعلام العرب. تمت توصية أخرى وهي دعوة جمهورية مصر العربية للبدء في مشروع إنشاء قناة رسمية للجنة على منصة اليوتيوب التابعة لشركة جوجل العالمية، تكون معنية بنشر المحتوى الإعلامي العربي عليها للدول الأعضاء. أيضا صدرت توصية تتضمن الطلب من الدول الأعضاء توظيف موقع اللجنة لإنشاء ذاكرة سمعية بصرية للدول العربية تشارك فيها كل دولة بعدد من المقاطع المسموعة والمرئية التي تمثل جزء من تراثها الإعلامي من خلال اليوتيوب الخاص بها. التوصية الخامسة ما قبل الأخيرة دعوة الدول العربية الأعضاء والأمانة العامة للجامعة لتزويد الموقع الإلكتروني للجنة بكل ما يتوفر إليها من دراسات وأبحاث تتعلق بمواجهة الإرهاب. والتوصية الأخيرة السادسة التأكيد مجددا على أن تتحمل الدول الأعضاء وتحت مسؤولياتها إدراج أي بيانات على صفحتها في الموقع الإلكتروني للجنة. شكرا.